قصد كلمة استكان من اجوا الهنود ويا الاحتلال البريطاني للعراق، كانوا يطلقون على قدح شاي اسمه بياله، وبعدهم استخدموا هاي الكلمة بشمال العراق. اما كلمة استكان فاصلها انجليزي، حيث ان الجنود البريطانيين اللي كانوا بالهند ايام الاستعمار البريطاني لشبه القارة الهندية، وعد ما كانوا يرجعون باجازاتهم لبريطانيا ياخذون وياهم بيالة الشاي الهندية، او حيث ان الانجليز كانوا يشربون الشاي بالكوب، فكانوا يستخدمون هذه الكلمة للتمييز بين البيالة والكوب الانجليزي، فكانوا يطلقون على القدح استيكان، وهي تسمية من ثلاث مقاطع تشرح اصل القدح. است يعني شرق، وتي يعني الشاي، وكان يعني اناء. استيكان قدح الشاي الشرقي، وهيك اجوا الجنود الانجليز بهاي اللفظة وياهم للعراق. ولان كل شيء يتعلق بالشاي من الامور الجديدة الدخيلة على حياتنا الاجتماعية بذاك الوقت، واحنا اخذنا اللفظة استيكان مدغمة متصلة للسهولة. هسه من عرفت معناها، ما عجبك تشرب استيكان شاي مهيل يعدل المزاج؟